الحديث إذن مشاهدينا عن واقع حرية التعبير في العراق، ولا سيما حرية التعبير الصحفية. معنا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، مرحبا بك. إذن في يوم الصحافة العراقية بصفتك صحفيا، كيف ترى واقع العمل الصحفي والإعلامي عموما في العراق بعد عام 2003؟ نعم، بداية عيدهم الصحافة العراقية والرحمة والخلود للصحافة العراقية الذين قتلوا على يد زمر الإرهاب وزمر في الحقيقة. وكما هو معلوم أن البيئة الصحفية في العراق تعتبر هي البيئة الأخطر للعمل الصحفي والإعلامي على مستوى العالم، ذلك لأن الصحفيون في العراق يجاهدون بالكلمة الحرة ويجاهدون بالعمل الصحفي المستقل، رموز الفساد ورموز الإرهاب ورموز الميليشيات. فكم من صحفي وكم من قلم حر قد أسكتته بنادق الفاسدين وعصاباتهم وميليشياتهم المجرمة، لأنهم تعرضوا إلى الفساد الذي ما زال الذي يجري والذي ما في العراق. فبالتأكيد العمل الصحفي بعد 2003 هو عمل يقترب من أن يكون عملا جهاديا بمعنى الكلمة، وإن أفضل الجهاد هو كلمة حق أمام سلطان جائر. كما تفضلت، يعني منذ بداية ثورة تشرين استشهد العديد من الصحفيين والناشطين، لذلك ذكرت أن العراق يمثل أخطر مكان من الممكن أن يعمل فيه صحفي. برأيك كيف ساهمت الصحافة الحرة وحتى الناشطون الصحفيون أو الإعلاميون في نقل ما يحصل من أحداث في العراق إلى الرأي العام؟ نعم، كان من أهم عوامل نجاح ثورة تشرين المباركة هو الدور الكبير الذي لعبه الصحفيون المستقلون الأحرار، حيث وقع على عاتقهم محاربة الآلات الإعلامية الضخمة والكبيرة والتي كانت تمول الأموال الحكومية للنيل من شباب ثورة تشرين وسلميتهم. فقد وقع على عاتق الصحفيين هذه المهمة الكبيرة، وهي مجاهدة هذه الآلات الإعلامية والدفاع عن أهداف وعن شباب ثورة تشرين. وقد نالهم ما نالهم من هذا الموقف، وهنالك العديد من الأعداء التي ذهبت ضحية زمر الميليشيات، وقد قتلوا بالأسلحة الكاتمة، وقد قطفوا وقد اعتقلوا، ولدينا العديد من الزملاء الذين فقدوا حياتهم بسبب موقفهم من ثورة تشرين. فبالتأكيد كانت الإعلام المستقل هو أحد أهم أهداف وأحد أهم أسلحة ثورة تشرين. لكن السلطات الحكومية تتحدث عن حرية تعبير للرأي في العراق وعن فضاء ديمقراطي مفتوح، إذن لماذا تغلق مكاتب العديد من القنوات والمؤسسات الإعلامية في العراق، بل وتحاول إغلاق قنوات أخرى؟ نعم، يعني هذا الموضوع مسألة حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي هي ما هي إلا مجرد عبارات يتيمة مكتوبة في الدستور العراقي، لكن على أرض الواقع لا يوجد أدنى تطبيق لهذا المبدأ ولهذا القانون. هنالك العديد من القوانين التي الآن موجودة في أروقة البرلمان العراقي، لكن الكتل السياسية والأحزاب تصر على تغيير هذه القوانين، وهذه القوانين كانت تخص العمل الإعلامي والعمل الصحفي وضرورة أن يتم حماية الصحفيين
وحماية حقهم في الوصول إلى المعلومة وحماية عملهم وحفظ حقوقهم وحفظ حقوق الشهداء منهم، لكن إرادات سياسية وإرادات لأحزاب وكتل سياسية فاسدة كانت وما زالت على هذه القوانين، بل أنهم حاربوا هذا الفعل، لأن هذا المبدأ هذا القانون وهي حرية موجودة لكنها تعتبر اعتداء عندما يقوم هذا الصحفي بالمس بكتل سياسية فاسدة، وعندما يتعرض لشخصيات سياسية مشهورة نرى أن هذه الشخصيات السياسية وهذه الكتل الفاسدة تستخدم ميليشياتها وتستخدم قوتها وحتى تستخدم بعض الأجهزة الأمنية لقمع هذه الأصوات واعتقالهم بحجة تعرضهم وبحجة قيامهم بتسقيط شخصيات وطنية. شكرا جزيلا لك من بغداد صحفي أحمد الجميلي.